وحشتيني قوي يا دعاء. الله يخليك. ازاي حضرتك عامله الحمد ايه؟ لله وتحياتي تمام. لفضيله الشيخ. الله يبارك في حضرتك يا فندم. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا. معلش انا عندي سؤالين كده على السريع هقولهم مش هاخد من وقتكم قولي كتير. اتفضلي. اول سؤال خاص بزكاة المال. انا دلوقتي لو في مثلا مبلغ معين انا شايلاه مثلا في البنك او صوتك كده او مكتوم ليه يا ولاء؟ كده علي صوتك كده وقولي لي ايه لا السؤال. معاكي ها ده سامعاني كويس؟ لو زكاة المال عايزة أحسبها لو في مثلا مبلغ أنا شايلاه مثلا في البنك، المبلغ ده بيدخل لي دخل كل شهر. عايزة أحسب زكاة المال إزاي أحسبها؟ أنا عارف إن هي 2.5% على أصل المبلغ، بس في حد قال لي يعني إن هو لو أنا ماليش أي دخل غير الفلوس اللي جاية لي من الفلوس اللي أنا شايلاها دي يبقى لها حساب تاني. وهل انت ينفع إن أنا الفلوس اللي بتجيلك دي بتتصرف ولا بتحطيها على اصل المبلغ؟ لا بتتصرف ده دخلي انا عايشه منه. تمام. وكمان هل ينفع طيب بدل ما اجمعها كلها في السنه واطلعها مبلغ واحد تطلع على المبلغ الشهري اللي بيطلع لي؟ يعني يعني لو من بيطلع لي المبلغ مثلا الشهري معين اصرف تطلعي عليه. منه جزء قصدك؟ ايوه ده طيب اول سؤال. ماشي ماشي. السؤال تاني التاني. سؤال على طول بخصوص الصلاه. دلوقتي انا يعني الحمد لله ملتزمه في الصلاه الحمد لله على قد ما بقدر، بس اكيد عليا صلوات متاخره يعني. فانا احسن ان انا اصلي الفرض فرض ولا مثلا انا نفسي اصلي السنن، لان انا عرفت فضل السنن وفضل صلاه السنن قد ايه، فمش عايز احرم نفسي منه. حلو قوي. فهل اصلي الفرض مثلا فرض فرض ولا ولا اصلي سنن؟ السنن وربنا طيب سؤال سبحانه وتعالى جميل بقى يحسبها؟ يا رب. ولا زكاة المال تطلع على اصل المبلغ ولا تطلع من الفايدة اللي بتجيلها شروط كل الزكاة شهر؟ يا فندم 3 شروط. الشرط الأول بلوغ النصاب حوالين الحول سنة هجرية كاملة وامتلاك الحاجة في إيدك. تمام. هطلع عليهم كام يا فندم النصاب؟ كام؟ 85 جرام ذهب عيار 21 بسعر اليوم بدون المصنعية. كلام جميل. رقم 2 يلف عليها سنه كامله. رقم 3 يكون المبلغ تحت ايدي. ماشي. هطلع كام؟ 2.5%. كل 100 كل 100 جنيه 2 جنيه ونص. كلام ماشي جميل. واضرب في مظبوط. العدد. في بعض الناس قالوا طب انا لو عندي مبلغ معين حاطه في البنك وباكل منه. في بعض العلماء الجدد المحدثين يعني قالوا احنا ممكن نقيسها على الارض الزراعيه او واحد عنده تاكسي او واحد عنده مصنع. الاصل ما عليهوش زكاه ولكن الزكاه على الريع لان انا باكل منها بصرف منها. طب اعمل ايه يا جماعه؟ قال لك لا ما تطلعش على اصل المبلغ 2.5%، طلع على الريع 10%. كل مرتب او كل حاجه تاخدها كل شهر طلع عليها ايه؟ 10%. يعني لو بتاخد 1000 جنيه في الشهر تطلع تطلع 100 عشر جنيه تطلع 100 جنيه 100 جنيه ده رأي، ولكن انا ارى الرأي الاول وادين لله به ان انا اطلع على ايه؟ على على المبلغ المبلغ من باب بالكامل. الاخذ بالاحوط. طب ينفع اطلع زكاه المال على العموم بالتقسيط كده؟ بالتقسيط؟ ينفع مقدم لا مؤخر. يعني احنا في 2020 مش كده برضه؟ لا 2021 2021 21 20 وانا دلوقتي وانا وانا في رجع. واحد في شهر 1 22 زكاه مالي ممكن اطلعها من دلوقتي بالتقسيط، ادي للفقراء، ادي لليتامى، ادي المرتبات. تطلع حساب 22 في 21 والعكس. طيب و22 في هي ما معهاش مبلغ تطلعه مره واحده، فهتطلع 10%. يعني تاخد بالرأي الموجود بقى. الرأيين في بس رأيين رأيين يا اما 2.5% على المبلغ الاصلي يا اما تطلع 10% ايوه على الربح اللي بيجي. بالظبط كده. طيب تصلي سنن ولا تصلي فروض؟ يعني تصلي ظهر مع ظهر ولا تصلي الظهر بالسنن بتاعته؟ ايه طيب الافضل؟ هي ما عندهاش وقت مثلا، او هنقول انها لازم تختار بين الاثنين. الاحاديث الصحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سايب صلاه او نسي صلاه او فاتته صلوات، النبي قال حديث فاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين تذكرها فلا كفاره لها الا هذا. يعني قضي لازم الايه؟ الصلاه تتصلى. لازم تتصلى. طب انا ده انا عليا صلوات كتير قوي كنت تارك الصلاه من زمان، عليا 10 سنين صلاه. اعمل ايه؟ على قد ما تقدر واكسر من السنن. يعني الناس تصلي ظهر مع ظهر وعصر يجوز مع عصر. أو ما هو الدور اللي فات ملوش علاقه بالظهر ده. منين ربنا يكرمني اصلي ظهر اصلي عصر اصلي مغرب بدون ترتيب بقى؟ منين ربنا يعني مش لازم، الباب مفتوح مش لازم مع بعض، واحافظ في الوقت في نفس الوقت على السنن. لان النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول السنن يا جماعه ببساطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. ما هو دي من 12. حقوق النبي عليه افضل أيوة. الصلاه والسلام، سنن اللي هي السنن ان احنا نتبع نقول سنه. 12 ركعه الرواتب المؤكده ان ما كانش يسيبها ابدا. هم 12 ركعه يا فندم، ركزوا معايا دلوقتي في دي بقى. ماشي. الظهر واخد النص 50%، 4 قبل و2 بعد. كده خدنا كم ال 12؟ ايه ده انا بصلي 2 قبل و4 بعد. لا المؤكده بقى، انا اقول لك المؤكده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل و2 بعد. واثنين بعد. اه يبقى كده الظهر خد 50 الايه؟ ركزي معايا 50%. فاضل كام ركعه؟
يبقى فاضل كده ستة. حط اتنين قبل الفجر. ستة في الظهر. حط اتنين قبل الفجر. ماشي. اتنين بعد المغرب، اتنين بعد العشاء. كل بس ده الورد عن النبي. طب في قبل العصر؟ طب والوتر؟ في الوتر ده واجب، دي مش سنه، ده واجب، ده اعلى من السنه. ايه ده؟ امال ايه؟ الجمهور وابو حنيفه قال ده واجب، وبعضهم قال الوتر ده فرض كمان. وصل لدرجه الفرضيه يعني مش مين للسنه. مين اللي قال ان الوتر فرض؟ ده بعض كثير من اهل العلم. فرض يعني ايه يا فندم؟ فرض يعني ايه؟ لازم يصلى. اجعلوا اخر صلاتكم. امال الناس اللي بتصلي العشاء وتنام؟ ما ده ربنا يصلح حالهم بقى. ده هيقابلوا النبي يقولوا له ايه؟ الوتر بالذات. طيب في قبل العصر وفي قبل العشاء وفي قبل المغرب، في بس سنن غير مؤكده. ايه السنن غير المؤكده؟ النبي كان يصلي احيانا ويتركها احيانا لمن شاء. انما ال 12 قلنا اهو، 6 في الظهر 50%، 4 قبل و2 بعد. فاضل 6، 2 قبل الفجر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. انما الوتر اقوى من ده كله. اصلي والسنن دي يا فندم بتعمل ايه بقى يوم يوم القيامه يا فندم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه السنن تسد الخلل في الفروض. انظروا لعبدي هل له من من من, من نوافل؟ قالوا نعم يا رب. قال اكملوا النوافل، اكملوا الفرائض من النوافل. يبقى انا احاول اصلي اللي فات على قد ما اقدر، واكسر برضو من الايه، من السنن، عشان دي تسد مكان ده.